السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة القسم 4-3 حفظ الطاقة للصف 11 علمي منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. المسألة رقم 3، كالعادة نقرأ المسألة، نسجل المعطيات، نسجل المطالب. طبعا لازم الطالب يكون حافظ اسم الكمية الفيزيائية ورمز الكمية الفيزيائية. صندوق خشبي كتلته هذه الكتلة بالكيلو جرام، إذن الوحدة مناسبة، يقذف بسرعة مقدارها، هذه السرعة الابتدائية بوحدة المتر لكل ثانية، إلى أعلى سطح مائل أملس يعني ما في احتكاك، يميل فوق الأفق بزاوية 37، هذه هي الزاوية، وهنا هذه هي الزاوية أنا رسمت. باستخدام حفظ الطاقة أعطاك الطريقة، ما المسافة التي يقطعها الصندوق حتى يتوقف؟ إذن بده دي وفي فاينل صفر. أنا اعتبرت النقطة الابتدائية هنا الوضع الابتدائي وهنا الوضع النهائي، وهذه المسافة المطلوبة دي، هذا اتجاه الحركة، هذا ارتفاع المستوى المائل، وهنا المستوى المرجعي، هنا مستوى مرجعي. إذن قرأت المسألة، لخصت المعطيات ومطالب بالرموز المناسبة، رسمت رسم توضيحي، صارت الفكرة سهلة عندي، والمسألة قالت لي باستخدام حفظ الطاقة. إذا نحن بنعرف الطاقة الميكانيكية في الموضع الابتدائي تساوي الطاقة الميكانيكية في الوضع النهائي، نستخدم هذا ومنعوض. الطاقة الحركية موجودة، طاقة الوضع في الموضع الابتدائي صفر، طاقة الحركة في الموضع النهائي صفر، طاقة الوضع في الموضع النهائي لها قيمة عظمى. منعوض هذه طاقة الحركة وهذه طاقة الوضع، بيناتهم عامل مشترك هو الكتلة، نستخرج منهم H وتساوي هذه القيمة H اللي هي الارتفاع. هذا ليس المطلوب، المطلوب دي. ما العلاقة بين H ودي؟ هو المثلث، عندنا مثلث قائم الزاوية، عندنا مقدار الزاوية، وعندنا الضلع، عندنا الوتر أو بدنا الوتر، وعندنا أحد الأضلاع القائمة. إذا بنستخدم ساين الزاوية 37 تساوي المقابل اللي هو H على الوتر اللي هو D، نستخرج منه D لأن المطلوب منه D تساوي لـ H على ساين 37، وبالحساب تطلع عنا هذه D. الطلب باء، ما سرعة الصندوق عندما يعود إلى المستوى نفسه؟ بما أنه أملس إذا سيعود بنفس السرعة التي قذف بها، هذه لأن الصندوق أملس ما في احتكاك.